قفكان وحول نين صاحبك وحان كم مغلي حديث أرانيا إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه بدع بنانك وسبحان عالمك وحال غربة أقوان تيسي ووحن كقدقية إنو موتيو هدوسا سماين لعنة إلهي هي ملائكتي يذكر نوح كل عيسى. حديث كازي كحديثهان ما سغنا سانيد دي سنة وضعيف آل أفر بضن لكن معناه تلمام أيوه ومعنى الصحيح مرقكو بادي ننك عالم كيه بدعا أيوه وهي اللامت كيه مرقا يمادان عدين تيه يددك إن لوقع حوحان إنو خلدين يهي دينهان ومهمة دي مسؤولية عالم كي علومة دي مسؤولية دي دوينها معها مرقا يعديان بعددك إن إقاطان لقربا قود إدي مضح يمسؤول أهنا إنه يميل مريان لغا دونيا لكن مسألة عادين تانو إنه مهمة علومة تاي نبدأ نواشي عليه السلام مرك حديث كي حسن كاي ويحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين صدح مذن بين كتر مادا تأويل جاهل وكتر مادا بدعاد انتحال المبطلين هو باطل كشقين لكن سخل دان نصوص وأذيك سنية ومعنى هذه بدلية إن غالي هو مثلا انتو غلو كسمية أدلة دي أنه أقر ليحي دونية بدعوة كتماتة تأويل جاهل نوية كتماتة انتحال مبطل نوية كتماتة أقف سوى دان قارة لكن دينه إكيسي يضاد كسيو دان تيسى شخصي وقا قارو أم حولها كغرها دي أما حيلها كغرى دي أما حيلها كغرى دي وحدونها دوني سأصدرت تاوى واجب كعلومة دا. إن علمك موتيان وين انقرين نبي عليه السلام وكيلها علم بقفك اللي ويدية قرية والجمع يوم القيامة بالجام من نار وقرنت عن شرعي وافق صنين أمو سنو قرين إن اللعنت كواجب يسأرين تاسن قرآن كابل وشهر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلهنا والله عنا ضيا أنت وعلى دنا كتمان ما أنزل الله هو وأين الظاهر عند الحاجة لك الله بها إياي إها جدي ذو التماتو إياغوني أي قران أيان بكي بدعو صبحان ودتك الله من أيانا دي وحي الله يسودك يدين توحد كتقان موچنت ذي حق الدفاعيس واجبنا ويكوهايد قرنت يذن وذنبك يذنوب تكبائر تكمد ويه يقفوا العنادة كم مضانيو والعنادة كم مضانيو مركب معناها قولي حديث كنت المامي معنى الصحيح هو لكن نبيه إنه سيدا يجري ما صغنا صلى الله عليه وسلم وحديث كان وسيدا هذا التحيي ويجري ما صغنا وبالله توفيق. وقل رب زدني علما.